حنعمل اكتيفيتي دو باج 8. الرجل الأساسية اللي بدنا نشتغل عليها هي راسين انيام دو ا على بيسونس ام ايجال ا على بيسونس ام سور ان. يعني بدي حول هيدي الراسين انيام لفراكسيون ل 1 سور ان بتصير تحت. طيب هيدي الراسين 49 هي راسين كاري دو 7 او كاري، يعني كأنه هون في او كاري راسين كاري، يعني ما في شي راسين كاري. ايجال 7 على بيسونس 2 سور 2 ايجال 7 على بيسونس 1، فينا نكتبها ايجال 7. طيب هون راسين بير مع موان مع نيجاتيف نيكزيست با. هون امبير فيني اعملها اكزيست، هون بير مع نيجاتيف نيكزيست با. اوكي شوف في شي وحده بير بعد هيدي امبير بتزبط. اذا بير مع نيجاتيف نيكزيست با ماشي. طيب هون ريزودر حاعمل راسين كاري لتشيل الكاري، وهون راسين كاري شو بصير الجواب؟ راسين كاري مع الكاري بتروح، او بكتبها دو سور دو ايجال راسين كاري دو سيس او كاري ايجال سيس، وهيدي اكس دو سور دو يعني اكس على بوسونس ان، وفيني شيلها يعني اكس ايجال سيس. بس يكون عندي بير، مرة بدي اخد السيس ومرة بدي اخد الموان راسين كاري دو سيس او كاري ايجال موان سيس. ليش؟ لانه 6 او كاري ايجال 36، كمان موان 6 كلها او كاري كمان ايجال 36. فلازم دايما بالكاري بس كون عم بعمل ريزودر، يعني مثل هون اكس 4 ايجال 81، مرة باخد بعمل راسين كاتريام راسين كاتريام ال 81 هي 3 على بوسونس 4. اوكي فلازم اكس بتروح هيدي 4 سور 4 بتروح x ايجال 81 هي 3 على بوسونس 4 وراسين 4 و x ايجال موان راسين 4 دو 3 على بوسونس 4. يعني بتطلع مرة x ايجال 3 ومرة x ايجال موان 3. اوكي طيب نجي لهون كمان راسين كوبيك 2 على بوسونس 3 هي 8 ايجال 2 على بوسونس 3 سور 3 ايجال 2. راسين كوبيك مع نيجاتيف بيمشي الحال اكزيست، مثلا راسين كوبيك دو موان 2 على بوسونس 3 ايجال موان 2 على بوسونس 3 سور 3 ايجال موان 2. هون ما بعمل موان راسين 4 2 على بوسونس 4 ايجال موان 2. اوكي هيدي ما بعملها، امتى بعملها؟ بس يكون في عندي ريزودر x 4 ايجال 16 بحط محل ال x مرة 2 مرة موان 2. بس هون عندي كالكول، بس هيدا الرقم شو بيساوي؟ راسين 4 دو 2 على بوسونس 4 هي 4 سور 4 ايجال 2. فاذا هون ما بعمل مرة بلس مرة موان الا اذا كانت ريزودر مثل هيك هون ريزودر. يعني عندي اكواسيون بدي الاقي للرسين بيطلعوا اثنين رسين، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. هون عندي رقم بدي حله، بس بدي اعمل كالكول. رسين 5 دو 1024، 1024 هي 4 على بوسونس 5 تطلع 4. اوكي رسين امبير كمان بتزبط، بتصير رسين 5 دو موان 4 على بوسونس 5 ايجال موان 4. هون راسين امبير مع بوزيتيف كمان بتزبط، راسين 5 32 هي 2 على بوسونس 5. دايما بحط البوسونس سور راسين انيام يعني سور 5 بتطلع 1. اذا الشغل كله على هيدي الرجل، راسين انيام دو ا على بوسونس ام ايجال ا على بوسونس ام سور ام. واذا في اي سؤال كمان جاي احكي.